درامي احكي مليح. هذا البرنامج برعاية رامي. نعم طريق مباري من تصعب لباطي ما معيد جامي ثبت لي برام نحبك ديما تكون باطي البرنجة متراطي بس ما كبري الفوقة في السماء يا في لارسة بيبي لا حابتكم في الطاب مهما وشي قبلكم ريدي كمل عندك دير الطاب اختم ديما نهار وليل جي ما مليل مع نهار حابك تمشي في درب الابطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار حابك تطلع لقار بعد اختحب كونترا طاقت الهاطاك نطيح افلار جي من الديبار حابك تبقى تكون باطي بيع تربح لبطاي فلوفان جي كلا في كتوار نعمة باطي بالبنجة متراطي بس ما كبري فوق في السمار مساء الخير مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معاكم للموسم الثالث في برنامج درب الابطال باش نحكيو لكم دائما على الرياضيين ديالنا لي بارتيسيپاسيون تاعهم سواء على المستوى المحلي الدولي الافريقي والعربي بدون طالع مشاهدينا الكرام نروحو نكتشفوا سويا اول فقره الخاصه بنهار اليوم واللي تتمثل في فن من الفنون القتاليه بدون طالع تبعوا معايا الساندا أسلوب من أقوى أساليب الكونغ فو وشو يعبر عن الجانب القتالي الموازي للأساليب الاستعراضية يمثل تقريبا مزيجا من رياضات ثلاث هي المصارعة والملاكمة الصينيتين والتايكواندو مع اختلاف طفيف في بعض الحركات يقصد بالساندا أسلوب الاشتباك في الكونغ فو المتعارف عليه دوليا يستعين المقاتلون في مبارياته بأعضائهم الجسمية فحسب كأدوات للقتال هذه الأعضاء هي اليدين ظهر اليد مشط وبطن وكعب القدم وقصبة الرجل في حين يمنع استعمال الفخذية والكوع أو المرفق لخطر ضرباتها على الخصم لقد طور هذا الأسلوب وأطرته القوانين بحيث لا يسمح فيه بالتمادي في إيذاء الخصم وإلحاق الضرر به فبإمكان مقاتل الساندا أن يهاجم خصمه كيفما شاء لكنه فقط يمتنع عن تسبيب الكسور له وعن ضربه في الأماكن الحساسة كالمنطقة الخلفية للرأس تجرى منافسات الساندا في شكل مباريات قتالية بين اللاعبين مكونة من جولتين إذا احتكمتا إلى تعادل تضاف لهما جولة ثالثة وتقام المباريات في شكل مجموعات يتأهل عن كل مجموعة الأحسن ليلاقي نظيره من المجموعة الأخرى إلى غاية الوصول إلى النهائي وينتهي النزال بالنقاط أو بالضربة القاضية أو بعدم التكافؤ أو بالانسحاب كانت هذه الفقرة الأولى الخاصة بنهار اليوم والمتمثلة في رياضة الكونغ فو اللي هي فن من الفنون القتالية والضيف تاعنا حكيمك عيان ها هو اون فور ريبرينت لي زونطرينمون تاعك وي بيان سور وقت رحت زيوزو ولا ماكش تروح انا نروح ومين داك لازم احكي لي على باب الواد كيفاش راح والله غير في نعمه صافا طري بيان يا لي زونطرينمون بيان ها وي لازم انا مشاهدي الكرام حابين تعرفوا اكثر واكثر على الضيف تاع اليوم ما عليكم غير تتبعوا هذا الفيديو هو رياضي الجمعية الرياضية للأمن الوطني ونائب بطل العالم في الكونغ فو وشو ساندا عبد الحكيم مومو الذي جلب الكونغ فو الجزائري وشرفه في أنحاء العالم أبرز إنجازاته تعود إلى العام 2012 خلال بطولة العالم السادسة للكونغ فو وشو التي جرت بالصين عمره آنذاك كان فقط 23 عاما لكنه دخل المنافسة في وزن 80 كيلوغراما وأنهاها وصيفا للبطل محققا إنجازا جد هام للرياضة الجزائرية ومساهما في احتلال الجزائر للمركز التاسع في البطولة عام 2013 سافر مومو إلى مدينة بالمبانغ الأندونيسية للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي في منافسة الوشو وعاد منها متوجا بالفضة هدأت شراسته بعدها إلى غاية 2016 التي شارك خلالها في منافسات عديدة بدءا من البطولة العربية العاشرة بالأردن شهر أفريل والتي توج فيها بالذهب إلى الدورة الدولية المفتوحة بإدرنا تركيا شهر ديسمبر وفي 2017 حصد مومو المرتبة الأولى والميدالية الذهبية في
بطولة البحر الأبيض المتوسط للكونغ فو بتركيا شهر مارس، ثم ذهبية البطولة 11 للأندية العربية البطلة كونغ فو ووشو بالأردن شهر أفريل. ومع ختام العام وتحديدا في شهر سبتمبر عدموا مجددا إلى بطولة العالم في طبعتها 14 بمدينة كازان الروسية، وأنهاها في المرتبة 5 في وزنه. ما شاء الله، الله يبارك، عدة ألقاب لعبد الحكيم محمود، يبارك فيك خويا، ربي يكملك إن شاء الله. آمين ويعطيك الصحة أنك لبديت دعوة درب الأبطال. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة أنتوما، الله يحفظكم. ربي يحفظك. إيه. وعلاش كونغ فو مش حاجة واحدة أخرى؟ الكونغ فو على بالك بلي كنا صغار نشوفوا بريسلي هكذا تحمسنا لهذ الرياضة. أوكي. بالأفلام هذوك وكذا، ورانا معاها من تما. قول لي شكون كان السبة باش دخلت تمارس رياضة الكونغ فو؟ السبا هي يما الله يرحمها، ربي يرحمها وربي يرحم كامل الامهات وربي يحفظ الامهات ديالنا. امين ان شاء الله. هي اللي كانت تنسيستي عليا بزاف باش تدخلني، وهي اللي داتني للصاله هذه تاع باب الواد، صاله تاع الكونغ فو. قالت لي هنا وتعلم، قالت لي زعما كي تكون صغير، قالت لي كي مع الوقت، قالت لي الوقت هذا واعر باش ما تنحقرش، ودخلتني ومن تما ليومينا هذا. صح. وقتاش بديت انت تقول بالرياضه هذه خرجت عليا ونكمل فيها ونزيد نونطريني صباح وعشيه؟ هذه انا دخلت في 2002 2002 و 2005 كنت ندير نجوز للكاطا. في الكاطا باساج دو غراد باش نجيب الكاطا، درنا كومبا من تما يا خويا، سياونا تيست كومبا. تمارستهم في زوج، الساندا والووشو. ووشو الساندا، الووشو، الووشو كونغ فو هو عباره عن طاولو وساندا. طاولو هي الحركات الفنيات، وساندا هي منازله كومبا. تتخير منازل. أنا خيرت المنازلة يا أخي، خرجت فتا خرجت عليا شغل كومباطون. صح. قولي أنت الباركور تاعك تاع الكونغ فو كاع اللي تجوزتو دركا، نهنيك أنا مباشرة نقول لك مبروك عليكم، وليتوا اتحادية وحدكم. الله يبارك فيك. 2018 يبارك فيك. كونغ فو اتحادية. يبارك فيك. كي وليتوا اتحادية واش راك تتسنى من الاتحادية توفر لك؟ يا خويا احنا كيما يقولوا أي رياضة تحوس تزيد تطلع المستوى ديالها من بعد تاع الرياضه هذيك. حنا المنبع ديالنا هي الصين لاشين، لازم نديونا لي ستاج لاشين ونديروا احتكاك معاهم باش نطلعوا المستوى ديالنا. على كل حال ما قصرش رئيس الاتحاديه الشيخ بدور يحيى، نحيوه. تحيه رئيس الاتحاديه. وانا نقولوا ادي دي مومو دي زاتيت كامل، ديهم لاشين يحتكوا مع لي زاتيت تما. كيما نعرفوا باللي الكونغ فو الصينيين راهم هما مسيطرين، هما والجزائر ومصر مرات هما تسيطروا مره هما خطره. مصر عندهم احتكاك مليح مع الصين. هذه فاش خلاتهم شويه مين داك، حنا تفاصو حنا ما نطلقوش، حنا حارين. عده منازلات بصح وشو المنازله اللي ما تنساهاش؟ منازله هي مع بطل العالم، مع لوروا دو ساندا، ملك ساندا هو صالح خوف مسلم، والناس قاعد تدي معاه منه العبره. روسي ايراني؟ روسي. اوكي. روسي هو بكري، هو شامبيون دي موند. وكنت نازلته، ما يخفالكش باللي هذا مسلم صالح خوف كومبيتيسيون كومبلي، شامبيون دي موند كومبلي، ما يطيحش خطره ما يط. انا كنت معاه. انتما في لو سيستيم دو كومبا شغل كيما المواي تاي، كيما المواي تاي تاع مصارعه صينيه ليش لي تشينواز. اوكي. انا كنت في الدقيقه الاولى كاع كنت لابح فايز بالمنازله، طيحته ثلاث خطرات اللي شامبيون دي موند كاع ما طيحوش. يبارك فيك. الله يبارك. وكان والله غالب كنت ديت اصابه في باك بيكتورون، و المره الجايه مازال يا مات ان شاء الله. صح. خليني ندخل في قلبك شويه، الحاجه اللي راهي مزعفاتك صرات لك مومو دو كومبيتيسيون. الحاجه اللي زعفتني، رحنا لعب اسلاميه وما كانش عندنا باش نتصلوا بالاهل، ويما الله يرحمها تقلقت بزاف، وكانت تروح عند صحابي تقول لهم كونتاكتي لي حاكم بالفيسبوك، قولوا واش راهو كذا، كانت بزاف مقلقه. هذه الغلطه 15 سنه وما تعيطش لي معاك. لا غالب خويا حمزه، باش تنجح في السبور لازم دير تضحيات، والستريس تاع الكومبيتيسيون كونسونطراسيون هي اللي خلاتني. علاش الله يبارك، انت راك كيما نقولوا مام يا ربي يرحمها ان شاء الله، ميدعاك. امين ان شاء الله. لا بروف راك باطل من ابطال الجزائر. الحمد لله يا ربي يرحمها ان شاء الله. ان شاء الله. شوف مام ربحتهم كاع وطيحت هذاك اسمه الروسي هذاك مسلم صالح خوف. انا اليوم انا نطيحك يا خويا، نتلاقاو في الطاب ان شاء الله. اوكي ان شاء الله باذن الله. وشريك يا رب دوك نتلاقاو في الحصان دو سبور، نديرو شويه كومبا. ما نتعلمنا لا باز اليوم لا والو، اليوم كومبا ديريكت مع الضيف ديالنا. نتلاقاو بعد قليل في الحصان دو سبور.
جي بيت. انا حصرها بلي تعلمت صحاب لي تكنيك تكنيك دو باس تاعكم شحال تعطيني على 10 اخويا راك 7 7 على 10 7 ما نقدر ندير مع كومبا تقدر بيدي الله هاي نديرو كومبا دوك كومبا واش لازم نتوما تلبسوا واش لازم حكينا لا لازم لي بروتيكسيون عندنا الكاسك اوكي اوكي عندنا بلاسترون اللي هو واقي الصدر وليكم جبتهم نتا هادو اه عندك الله ان شاء الله كومبا مع الشامبيون تاعنا عبد الحكيم مومو خلصت الكومبا مع مومو مومو انت كي تربح الكومبا واش مضاري دير حاجه الاولى اللي ديرها هي سون فير اتونسيون بلا ما تفيق تحط خمس مع اصحابك نورمالمون اليوم هذا نديرها هكا سكان انا ربحت صح وكي تخسر الحاجه اللي تجيك في راسك وشنو هي ثانيك اخويا تغير لك عمرك احنا نتعبوا ونشقاو انا نسعاو في هذه الرياضه ماشي حاجه سهله كيما كان عندي في البطوله العالميه الاخيره في روسيا خسرت في الربع النهائي في التروازيام روند اللي كان انحياز كبير في الحكام شحال واعره تخسر على بنقطه واحد الفريق نقطه على البوديوم ويكون الحكم وسبا انا نقول لك ان شاء الله ما تجيش تخسر كاع ان شاء الله يا الله يبارك راك فورما يبارك بين راك تنطريني كل يوم انت دوك واش من كلوب راك فيه راني مخارط مع الجمعيه الرياضيه للامن الوطني وعلى هذا المنبر نشكر الامين العام شلسي الهاشمي عبد النوز وطاقم الفني تحية كبيرة للكامل اللي صارين على الجمعية الرياضية الأمن الوطني باش يدعموا الرياضي ويدعموا الرياضة وين ما يكونوا ونشكروا سيد اللواء عبد الغني عامل هو اللي دعا يحب سبور الله يبارك ربي يحفظه آمين إن شاء الله وما يخفالكش بلي أنا قبل ما نلتحق بالجمعية الرياضية الأمن الوطني كنت أنا ناشئ ملي كنت صغير مع أمل شاولين باب الواد اللي ترعرعت في هذيك القاعة الرياضية يقولوا مومو الرياضي هو الرياضي اللي بدل بزاف لي كلوب لي كلوب فوالا رحت للغواط رحت للمدية رحت يعطيك الصحة اسك هذه التجربة مليحة الله تلات ولا لا هي شوف هي مليحة وماشي مليحة دوك العوام هذوك اللي ضيعتهم في الكلوب الآخرين شوف تربح منهم اكسبيريونس ومن دوك تقادر تبان الحمد لله على واش رانا لاحقين دوك اليوم الله يبارك لك في الجمعية الرياضية الأمن الوطني وش وفرت لك
ولو يشوفر لك نادي جمعية الأمن الوطني باش راك ستاب فيه وراك مستقر وراك الجمعية الرياضية الأمن الوطني وفرت لنا كاع الإمكانيات باش تقدر تكون رياضي نخبة كرياضي نخبة توفر لك باش تدرب كل يوم وحنا ديجا انت شفت واحد يحاسبك باش تلونطريني خويا حنا يحاسبونا باش لا ما عندهم الصرامه اه الصرامه ونطريني ونمثلوا حنا نمثلوا الجمعيه الرياضيه والحمد لله مثلناها احسن تمثيل ومثلنا اكثر منها الاعلام انت الحاجه اللي تجي في بالك اللي تجي في بالك كي تشوف جان هكذا ماروش يمارس رياضه ما راهو يدير والو انت واش تحب تقول له ولا واش تحب تنصحه خويا شو هي بلا ما تفيق تروح تقول له تقول له يا خويا الرياضه هي شغل هي شغل هي دواء تي في ديال شو الحاجه الاولى لصحتك قبل ما هي شغل انتيري باش تولي تيت شامبيون ولا الا كانت هي اول حاجه الدواء ويا خويا ولا كان كان شامبيون ان شاء الله وحاب وكانت فيه خصال تاع الباطل خويا علاش لا يجي يولي شامبيون ان شاء الله صح ننصح كاع لي جان ننصح كاع الشبيبه يا اخو ننصح الوالدين اخو عندك وليدك دخلوا اقرب مركز رياضي علم له سبور حبوا سبور وهذه هي هل راك راضي على المشوار ديالك لحد الان الحمد لله ومازال ان شاء الله مازال الخير القدام فهمني واش راك حاب تجيب لنا من القدام يا خويا شوف نحب وعدنا امام الكاميرا من برنامج درب الابطال وعدنا واش تجيب لنا من القدام بربي ان شاء الله باذن الله احنا باذن الله رانا متقبلين على رانا تما العام هذا 2018 عندنا شامبيونا ميديترانيا وشامبيونا عندنا ان شاء الله شامبيونا دافريك خويا ان شاء الله نبداو بهادو وما ان شاء الله ميداي دور ان شاء الله وعندنا كوب ديمون ان شاء الله نروحوا ونشرفوا البلاد احسن تمثيل ان شاء الله انا نقول لك بالتوفيق ان شاء الله ربي يحفظك تحيه كبيره ليك تحيه كبيره ثاني كامل الرياضيين اللي مارسوا رياضه الكونغفو بلا ما ننسى الجمهور ديالنا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي راكم تتبعوا فينا ما تنساوش برنامج درب الابطال عنده صفحه فيسبوك خاصه به اللي راه تظهر اسفل الشاشه عنده كذلك شان يوتيوب ابونيو فيها بارطاجيو لي زيميسيون دخلوا لاباج تاعنا راح تلقاو كامل لي زيميسيون تاعنا اللي فاتوكم من قبل هكذا باش تشوفوا كاع شكون لي زاتات اللي جازوا معنا عبر برنامج درب الابطال حنا في برنامج درب الابطال دائما نقولوا انت وحتى انت تقدروا تكونوا هكذا ما تنساوش اي رياضي ولا اي رياضيه حابين تشوفوهم في برنامج ديالنا ما عليكم غير ترسلونا عبر صفحه الفيسبوك مومو بارك الله فيك بارك ان شاء الله مزيد من التالق والنجاح ان شاء الله خير الحمد لله مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا انتظرونا الاسبوع القادم مع رياضه واحده اخرى او بطل اخر على خير سلام باري من تصعب لباطي ما معيد جامي ثبت لي برا نحبك ديما تكون باطي البيت جامي تراطي بس ما كيبري الفوقة في السماء جاي في لاروسا بيبي لا حاب تكون في الطاق مهما وشي قبلك كون ريدي كمل عندك دير ستار اختم ديما نهار وليل جاي ما من ليلة مع نهار حابك تمشي في درب الابطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.